يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: عندي أخ يصغرني ويسكن معي في بيتي، ولكنه لا يصلي مع الجماعة في المسجد، حيث إنه يكون في أغلب وقته نائماً، وأنا يشهد الله أنني قد أبلغته وأنذرته وهددته، ولا أذهب إلى المسجد إلا وقد أيقظته، ولكنه يتعذر بالنوم، وهو لا ينكر وجوب الصلاة لكنه متهاون ومتكاسل فيها. السؤال: ماذا أفعل؟ وهل لي أن أطرده من البيت أم تنصحونني بأن أصبر عليه؟ ننصحك بأنه أن تصبر عليه مع القيام عليه، ولا تذهب إلى المسجد إلا وهو معك. لا توقظه تذهب، لا تذهب إلى المسجد إلا وهو معك، إلى أن يعتاد الذهاب، إذا عرف منك الجد والحزم اعتاد هذا الشيء. أما إذا ساب منك التساهل أنك تروح وتتركه فإنه سيستمر على عمله. فلا تذهب إلى المسجد إلا وهو معك مرة مرتين ثلاث، ثم يتعود ويعرف الجد. نعم.